ياك ولي فرمو. السلام عليكم ماما سجان. عليكم السلام ورحمة الله. باسي ماما سجان وحالتونا. الحمد لله جناب شوني باشي. باسكم زمعتي كنالي او رسان سونن. والله زور زور باشن الحمد لله ولا برام برا من دارش لنا عيال يا. العيال حيلان اخوة زيادة دان دس يا اخوة زبي. الريز حرمتي ماني في رمضان رمضان يعني قلت بس مد خوشيان اللي ذاكين خارج وشارة مش خوشة بعد كان على كي ما مصنع ببوري بعد كان على كي والله يعني بلا ما في رزي رمضان هالنار وهلا قال اول انا دي معنا انا بلا كان هذا الرسان بلا في حتى انا حيل يعني خوش دعونا سري يعني شكرا دا سرعينا ان شاء الله والله كل رزان لما يجي في روز رمضان يعني قلت أنا في أي شيء نوراني وزنات يعني نعيش نكتب ويا ما كده رسان ماي ما كده ما تدخل شيء لي لك يا قولي رسان رسان عادي خوي اللي دزنا ده وزور ميم يعني عندك نار يا براسي عائلة في عيبة اللي ديار دامش يعني عيبة ما شايف يا ولام رسان وأني أبغى أعمل برا ويا من اللي أنا رساني كوزاتي يا كنالة شيء كلتوري كنالة شيء خزاني كنالة شيء بأخلاق يعني في الشرمنية ميوانة تبي خلق لي بي كيوا بلام كنال هي فزاي شبيس شرم بي كيوا عارة والله بلا والله ابرام هو دستوري كل دواري قديم سانة زوجتي خوش سانة زوجتي يمنى تخوشان لكين زور زور سفاق